اثنيناتنا عارفين انه هذا الزواج ما رح يدوم. كل مره بتبعتي لي حدا يدافع عن رومانسيتك التافهه، فحشت تدللي علي وحطي براسك انه هالزواج ما رح يدوم، لانه هيدي الطريقه الوحيده اللي كنا متفقين عليها، فانت بنعمل العرس وتاني نهار بتفلي دغري. فل؟ اكيد بتفلي، مش هيك كنا متفقين؟ انت بتفلي وبتفلي وبتروحي وين ما بدك، ما بهمني، لانه بلاد الله واسعه. أنا بهمني تتركي عماد بحاله. هلا عماد أكيد بتعرفي يعني عنده مشاعر وراح يبكي له شي يومين ثلاثة وبعدين بينسى إنه بتصير بأحسن عيال. ونحن بصير فينا نشتري البيت اللي قبل بيت ابتسام، ويا الله أنت نور مشاوية. يس! نورمال. الو شادي، ميا ميا ميا، 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 سوري. شادي وين صرت؟ يلا ناطرتك على الطريق. حد العين ما نطول. جد؟ عماد شو عم تعمل هون؟ انت شو عم تعمل هون؟ ميا كان خط مسكر وجيت شوفها. انت بك شي؟ وين ميا هون؟ لا ليك صف السيارة والباركينج، بنروح نعمل جزورة انا وياك معي. يلا
عماد اللي صاير شيء يعني؟ ليه ساكت هيك؟ خبرني. مش عم بفهم شو اللي عم يصير. مش عم بفهم شو اللي تغير بوقت قصير. بقولك أنا عملت شيء غلط. مش عم بفهم شيء جد. ليش الواحد بيفل فجأة؟ يفل؟ لمين فل؟ ميا. ميا؟ ايه ميا. ليه انتو كنتوا مع بعض؟ صارت الاشياء جدية بوقت قصير. لهيك اختفيت انت وياها. لهيك ما قدرت لاقيها هذيك المرة مزبوط؟ هي ما كان بدها حدا يعرف ونحن طلعت انت وياها ورحتوا على محل لوحدكم. طلعت على بيت الجبل صح؟ ايه. طب هلا خبرني شو صار؟ اتخنقتوا يعني؟ شو في؟ لا ابدا. كل شيء كان روعة. كل شيء كان حلو. كنتوا مبسوطين؟ اكثر ما بتتخيل. بس راحت. راحت. راحت بلا ما تقول شيء. هيك. ننزل يلا. تاتا. مش قادر اتحمل اكتر جهد. عم عيد القصة براسي اكتر من مرة من الاول للاخر ومش عم بقدر اعرف ليش. هلأ اذا عرفت السبب ليه رح تتقبل انا فلت؟ اكيد لا. يمكن ما بعرف. والله ما بعرف. بس انه الشيء اللي رح تسمعه رح يوصلك لنتيجة؟ يمكن يفتح لك بواب جديدة وتلاقي حالك واقع بمشاكل تانية. أنت بتعرف شي جد؟ إذا بتعرف خبرني. أنا عم بحط حالي محلك. عم جرب كل الاحتمالات. القصة ما بتخلص هيك جد. انطور، بلكي في شي بدها تخبرك إياه هي. خلينا نفل.